is in the project requirements. Circuit is in here requirement, but then make a report, but then presentation. Huh? Report is the introduction. Design and build conclusions, references, lessons learned. اوكي ماشي اذا هذا المطلوب في البروجكت. اختار واحد من هدول الاشياء المختلفه اللي رح نحكي عنها. حكينا عنها المره الماضيه اللي هو يعني possible projects. DC to DC converter. هذا أحد البروجكتس ممكن نعمله. DC to DC converter ممكن يكون buck, ممكن يكون boost, ممكن يكون buck, boost. buck boost. وممكن يكون PWM. هلا رح احكي عنها. ممكن كمان يكون عندنا نعمل AC phase controller. Example مثلا في دائرة dimmer. ممكن نعمل inverter. عادة 3 فيز صعب. سنجل فيز مثلا. والاوت مثلا ياخذ من 12 فولت دي سي الى مثلا يمكن 230 فولت اي سي على سبيل المثال استعمال ترانسفورمر. كمان اوبشن ممكن نعمل ريكتيفاير. وعادة بتكون سنجل فيز. هاي بعض الاوبشنز. هون ممكن اشياء ثانية مع دائرة الكنترول سيركت. طبعا هون لما بتبنوا رح تبني دائرة الباور الكترونكس مع دائرة الكنترول.